بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأمر الأكبر. ربنا آتنا ما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا كافة يا ربنا، إنهم يحاربوننا كافة جهرا وسرا، وأنت أعلم بحالهم وحالنا يا كريم يا علي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأشرار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. وقت اللي ترجع أمر كله لله، ملا اخترت في تأويلك الطريق الصائبة، اخترت المغنم الكثير المبارك. أما إذا كانت تمشي للملك اللي حافظ بعض كلمات من الآيات الآيات الكريمة ولا حديث النبوي الشريفة باش يسحرك ويجيبك الحزب وحزب الشيطان، وهو يظهر أنه حزب الرحمن، فهذا أنت لعبت برقتك في الدنيا والآخرة. والله لا تدل ثنية إلا ما ترجع إلى ما صلحت به الأمم السابقة، خاصة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام.